يا جماعة الإنسان لما عم يدخل إلى الدنيا يدخل بالفطرة، فحب يكون مؤمن، حب يكون كافر هو وكيفه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فالمؤمن والكافر رح يدخلوا إلى القبر، فالقبر رح يكون للمؤمن روضة من رياض الجنة، والكافر رح يكون حفرة من حفر النار، فهون رح يكون عالم البرزخ ولا يعلم تفصيله إلا الله، يعني فاصل بين الدنيا وبين الآخرة، بعد القبر في نفخة الصور فالناس راح يكونوا ميتين راح يفيقوا ليوم القيامه يوم البعث يوم يقوم الناس لرب العالمين بعد تطاير الصحف فالمؤمن راح ياخذ الكتاب تبعه باليمين والكافر راح ياخده بشمال بعد الصحف راح يروحوا على الميزان تبع الحسنات والسيئات فالمؤمن راح تثقل الموازين تثقل الحسنات قال الله فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه يعني في عيشه يرضاها اما الكافر راح تخف الموازين تبعه واما من خفت موازينه يعني حسناته فامه هاويه يعني في جهنم رأسه هاوية في جهنم فالمؤمن والكافر رح يروحوا على الصراط هون الصراط يا جماعة للمؤمن والكافر والكل بده يجي عليها لأنه الله قال وإن منكم إلا واردها فالمؤمن راح يكون معه نور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بينما الكافر ما له نور قال الله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من شو قال من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ما له النور فالكل بده يمشي على الصراط، على هذا الصراط في كلاليب واشواك وحسك وتقف على هذا الصراط على حافتيه تقف الرحم ويقف ايضا الامانه، للمسائله تسالك ليش قطعت الرحم او ليش ضيعت الامانه او للانقاذ بانقذوك. منهم من يمر على هذا الصراط كالبرق ومنهم كالريح ومنهم من يجري ومنهم يقع مره ويسلم مره واللي ما بيسلم يقع في جهنم. تحت هذا الصراط في جهنم. فاللي يسلم من الصراط يجي على القنطره، قبل القنطره في الحوض، لكن هذا الحوض حوض النبي محمد يشرب منه شربة لا يعطش بعدها أبدا، فهذا الحوض يشرب منه المؤمنون، طيب قبل الصراط ولا بعد الصراط الله أعلم. ثم ينتقلون إلى القنطرة، القنطرة هي تكون بين الج... بين جهنم وبين الجنة. يحبس فيها، ليش يحبسوا فيها الناس؟ اللي مشان المحاسبة لحقوق العباد. بعدها الى الجنه قال الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز فيا رب انا وكل الموجودين كل واحد معنا موجود يقول امين اجعلنا من اهل الجنان انا وكل واحد يقول امين سلام عليكم